بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إخواني الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. الشكر المبذول لإخواني الذين نظموا هذه الدورة المباركة، وذلك من أجل مصلحتكم ونفعكم والاستفادة لكم في الدنيا والآخرة إن شاء الله. الشكر المبذول للشيخ نور الدين حفظه الله إمام المسجد، ومن معه من المبادرين والمنظمين والمنسقين والمؤطرين، وكذلك الشكر مبذول لكم أنتم الذين حضرتم وأنتم تثقون فينا وفي ما نقوله من كلام، ومستعدون لأن نستفيد معا في هذا المجلس المبارك إن شاء الله. إخواني الكرام، اليوم الحديث على مشكلة قائمة وكل الناس يشتكون منها، وهي مشكلة الرفقة عند أبنائنا. والرفقة هذه إذا تكلمنا عليها عند أبنائنا يجب أن نتكلم عليها عند أنفسنا كذلك، لأن الرفقة هي من أهم ما وضعه الله سبحانه وتعالى للإنسان. والإنسان كما تعلمون هو اجتماعي بطبعه، يعني الإنسان ما يقدرش يعيش وحده، ولذلك يقولون أن الإنسان سمي إنسانا لاستئناسه، يعني لابد أن يستأنس. ولهذا ربي سبحانه وتعالى قال لآدم اسكن أنت وزوجك الجنة. لذلك حتى في الجنة التي نسأل الله يجعلها لنا ولكم دار الخلد، هذه الجنة لو كان ربي يدخلك وحدك تريح فيها وحدك ما يتليقش. ولذلك جعل لك ماذا؟ جعل لك ولدان المخلدين والحور العين، وأهلك يعود يولوا معاك، أولادك وأبنائك ووالديك وخوتك. فهذاك الأنس الذي يجعله الله للإنسان، لأن الإنسان يحتاج إلى الأنس، ما يقدرش يعيش وحده الإنسان. ولهذا الإمام الغزالي رحمه الله صاحب إحياء علوم الدين عقد فصلا في كتابه إحياء علوم الدين يتكلم فيه ما بين العزلة والاختلاط. وأنا منا حبيت نبدأ منه لأنه أنا وأنت والمجتمع حنايا عندنا اليوم شو اللي يقول؟ واللي يقول لك يا خويا الناس هذوما ما مليح الإنسان يغلق باب داره ما يعاشر حتى واحد هكذا. وكأنه الإنسان راه يطلب في واقع مش بتاعه. نقول لك أنا واحد الجواب، هذه اللي تتخيل فيها باللي تعيش وحدك وما تزيد تشوف حتى إنسان وتكلم مع حتى إنسان، هذه غير نساها. غير لك كاش ما عندك مركبة وتديك للقمر، ولا كاش ما كان عيش فيه وحدك. أما أنت في الدنيا هنا عيش الواقع تاعك. وصلى الله عليه وسلم النبي الكريم الذي كان يرشد الأمة، الناس تاني كانت مش مليحة مع بعضها، الناس تاني كانوا بيناتهم كان اللي يسرق خوه، كان اللي يقتل خوه، كانت موجودة منذ قديم الزمان قبل ما يجي الإسلام. وبعد كي جاء النبي صلى الله عليه وسلم حب يبني أمة مجتمع، قال لهم خليونا من الحكاية هذه تاع تغلق وحدك وما تحملش الناس. بالعكس، قال من يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير ممن لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. إذن المسلم شنو هو؟ خلاط، يخلط في وسط الناس، بصح يمشي بطريقة، يعني البطولة والنجاح راه موجود هنا، أنك تعيش في وسط الناس وتنجح. أما تهرب من الناس ما كانش، هذه ما عندناش في الدين تاعنا الحل هذا السحري غير موجود. ولذلك يقول العلماء الضابط في الخلطة والعزلة هو التأثير. وقتاش تعتزل؟ لما تشوف عندك مجتمع كامل فاسد أو يأثر عليك راح يديك الجهنم، تمام اجبد روحك. أما أنك كاين ناس صالحين، كاين ناس طيبين، كاين ناس مؤمنين ما شاء الله، خلاص في هذه الحالة إذا أنت الآن أحسن حاجة لك هي التي قالها الرسول صلى الله عليه وسلم،
من يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير ممن لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. وحنا تعرفوا عندنا أحاديث تاع الرسول صلى الله عليه وسلم أن الإنسان الذي ينفع الناس هو أفضل الناس، كما جاء في الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: خير الناس أنفعهم للناس. وش معناتها أنفعهم للناس؟ معناتها راهو عايش مع الناس، وعايش راهو عايش مع الناس، وراهو يصبر على أهبالهم، وراهو يعاون فيهم، وراهو يتوكل على الله ويفتح عليهم بيبان الخير. تسمى هذا الإنسان هو أفضل الناس. إذا حنا ديننا وبطولتنا وقوتنا الإسلامية والإيمانية ما تسمحناش باش نروحوا للانعزال، بالعكس الانعزال أخطر من المخالطة في الدين. واش قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ إنما يأكل الذئب من الغنم القاسية. لأنه لذلك اليوم واش تلقى الناس؟ تلقى يقول لك أنا مطرف، أنا نمشي غير طرف ما خاطيني، ما نتكلم مع حتى واحد ولا دخلني تحرقت ولا طارت. واش يدير له الشيطان؟ يجبده وبعد ما كاشو راح ما كاش، إما يدخلوا في الهبال يحكم مسكين ديبريسيون يروح، وإما يبطل الصلاة ويولي عالم آخر. لماذا؟ من ده الشيطان أجبد روحك، يقولوا دوك اللي خاف سلم، واللي يجبد روحه هو سلم، واللي ما زيدش يخلط سلم، يعني تحب تسلم ما زيد تخاف العباد هذوما، ما تشوف هذا طابت ولا تحرقت ما يهمكش كاع. يجبد نفسه ياكل الشيطان. إنما يأكل الذئب من الغنم القاسية. وقال صلى الله عليه وسلم: من شد شد في النار. إذا نحن نقولها بواحد الطريقة مليحة باش نفهموها، حنا محتم علينا نخالطوا الناس. دوكا كيفاش نخالطوا الناس؟ كيفاش نتعاملوا مع الناس؟ كيفاش الخلطة هذه تاع العباد هذه اللي راهي يجي إنسان يقول لك يا ولدي انا الطفل هذا راه كان يصلي بطل، ولا يتكيف ولا يشم ولا يدير امور ولا يشرب في الكاشي ولا يعمل امور، واش به؟ يقول لك من نهار دار مع فلان وهو هكذا. اذا كاين خطه خطيره، يعني كاين اثر من الصحبه السيئه هي التي تصرف عنا ابناءنا عن طريق الاستقامه. يعني هذه الصحبه، في حين انني نفتح زوج قواس ونقول لك ماهيش عذر عند ربي، الانسان يتعوج راه مسؤول على نفسه، ما نمسحوهاش في الناس اللي يدور معاهم، حنا مسؤولين على ولادنا. ما تقولش انا وليدي مليح وكي ولا يدور مع فلان ولا ماشي مليح. وليدك ماهوش مليح، هو ماهوش مليح، وكان جا مليح ما يدورش مع فلان اصلا. اذا حنا نقولوا باللي فلان ياثر فيه حقيقه، ياثر تاثير عظيم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم، شوفوا النبي عليه الصلاه والسلام اعطانا العنوان الكبير وعطانا القانون وعطانا الصورة اللي ما يقدر حتى واحد فينا يقدر يعبر عليها كما النبي عليه الصلاة والسلام. قال: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحديك أو أن تبتاع منه، يعني تشري عليه، وإما أن تمس من ريحه. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك أو أنك تجد من ريحه الخبيث. هذا هو الحديث. وش معنى الحديث هذا؟ هذا الحديث يا إخواني الكرام، النبي صلى الله عليه وسلم يمثل لنا الناس الذين يخالطون لهم الصحبة. كان زوج أنواع هو قسمهم النبي عليه الصلاة والسلام، كان جليس الصالح وكان جليس السوء. دوك نفهموا احنا مر الحديث هذا، ندخلوا في حكايه واحده اخرى، متى يكون الجليس صالحا ومتى يكون الجليس سيئا، وكيف يؤثر علي الجليس الصالح وكيف يؤثر علي الجليس السوء. هذه بعد هي صح اللي حنتكلموا عليها، بصح خلينا نفهموا قيمه الجليس الصالح وقيمه الجليس السوء. الرسول صلى الله عليه وسلم واش قال؟ قال: هذاك الانسان الصالح والإنسان الطيب هذاك مثله كحامل المسك، يعني باش يقرب لك الصورة. علاه؟ حنا أمة أمية ما نقراوش، ويعني بسهولة ما كانت تروح تقرا كتابات وتعريف وكذا، أعطاك المثال تفهم وحدك، بالمثل تفهم خير من ألف كتاب. هكذا منهج النبي صلى الله عليه وسلم في التربية، التمثيل هذا مهم جدا. قال لك كيما هذوك الناس
راك تعرفهم، زوج من الناس تعرفهم انت في حياتك، شكون هما؟ اللي يبيع المسك واللي ينفخ الكير. الكير هو هذاك الشكاره، هذيك الشكوى ينفخوها باش تشعل النار عند الحدادين الذين يشتغلون في الحدانه بكري، اللي يخدموا الحدانه باش يشعل النار يذوب فيها الحديد لازم له الكير هذاك الذي هو ينفخ به باش النار تشعل، يغذيها بالاكسجين باش تشعل. اذا حامل المسك كي تتلاقى معه وجهه، اما ان يحذيك اما ان يعطيك هديه، يقول لك يدي هذه والله من عندي، تدي من عنده كي توقف معاه، واما انك تشري عليه تشري قرعه مسك ما شاء الله، واما يقول لك انا غندي لك شويه هنا ولا تشم ريحه طيبه. تخيل روحك انت قاعد في حانوت صاحبك يبيع المسك وقاعد عنده في الحانوت، ولا موش صاحبك دخلت عنده برك، دخلت تدخل عنده وتجلس ولا تضرب طله وتشوف واش يصرى لك، اما شويه ريحه ديرها وتشمها راك خرجت لاباس ما شاء الله، واما ان يعطيك هديه يقول لك هاك والله غتدي هذه من عندي، واما انه يدير لك شويه مسك، واما انك تشري منه. ما تسمى واش معناتها؟ راه يقول لنا الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا المثل باللي حامل المسكي تستفيد منه 100%، تسمى مدي فايده. اذا الجليس الصالح انت تستفيد منه 100%، تسمى الفايده مديها. ودوك نتكلموا على هذا النوعيه تاع الفايده. جليس السوء نافخ الكير، تخيل واحد انت تدخل القصر معاه صاحبك يخدم في الحديد وراه ينفخ في الكير، ينفخ باش يشعل النار، يطير الجمر هذاك يقيس لك الثياب تاعك يتحرق، تروح للدار تقول لك المراه واش بك؟ تقول لها كنت قاعد مع فلان طارت عليا جمره حرقتني، حرقتك او اثر عليك. الحاجه الثانيه واش هي؟ او انك نهار كامل وانت قاعد معاه في السخانه هذيك، الريح الخبيثه يعني السخانه الصهده هذيك تاعو انت قاعد معاها. وهذا الامر يا اخواني الكرام نقولوا فيه كما قلنا في الاول، انك 100% راح يضرك نافخ الكير، يضرك 100%، سما قيسك يعني ما كاش حاله واحده اخرى انك تدخل عنده وتخرج لاباس، يعني قيسك كيما يقيسك شنو يقيسكش؟ الريحه هذيك السخونه هذيك السخانه والحراره راح تضربك، هذه الاخرى ليا كامل. اذا جليس السوء يا اخواني الكرام لابد عليه ان يؤثر، او الجليس لابد عليه ان يؤثر عليك اما بالصلاح واما بالسوء، واحده منهم. احنا الطريق نتاعنا عايشين مع الناس الغالب، تلقى انسان يقرا معاك ولا يخدم معاك ولا يركب معاك في الحافله ولا في النقل، ربي سبحانه وتعالى جعله لك ابتلاء تتلاقى معاه دائما، ممكن تتلاقى معاه في المسجد، ممكن يكون جار، يعني داعي تخالطه ما عندك ما دير. فالمخالطه هنا لابد لها من حكمه. الان واش هو كما قال الله تبارك وتعالى قيمة أو وش هي الحاجة اللي تخلينا نحتاج إلى الصحبة، يعني من حيث ماذا نتأثر في الصحبة، يعني كيفاش نتأثر في الصحبة وش هي؟ نتأثر في الصحبة لأن طبع الإنسان سراق، طبع ديالك أنت تسرق طبيعة صاحبك. دوك صاحبك لو كان تجلس معاه اسبوع تلقاه يتكلم بواحد الكلمات الفاظ تدي منه كلمه ولا زوج ولا ثلاثه تعود تهضرهم نتايا. ولذلك شوف تلقى زوج ولا ثلاثه يدوروا مع بعضهم راح تلقاهم عندهم اشتراك في الطبائع او في الاشاره او في طريقه الكلام او في طريقه التفكير احيانا، واحيانا يعني يرتقي الامر حتى تلقى عندهم هذوك الناس جماعه كامله عندها كامل هدف واحد. وحنا نضربوا مثال، شوف نعطيك مثال من اولادنا، وكان تروح الحومه تدور في الحومه واش دير؟ تقول هذوك الجماعه الخمسه هذوك ولا سته يدوروا مع بعضهم، بعد اسبوع ولا اسبوعين ولا شهر ولا شهرين ما كانشهم وراهم حرقوا في خمسه، عندهم نفس الهدف يجمعهم الهدف، هدف واحد يجمعهم. ولذلك العلماء واش يقول لك الانسان اللي يدور مع واحد راح يتكون عندهم هدف واحد، لانه كل واحد ياثر على الاخر.
واحد يأثر على الآخر مهما كان الحال، لأنك أنت ربي خلقك أنك تتأثر بغيرك، غيرك تتأثر بهم، خاصة إذا كان هذاك الإنسان اللي كتدور معاه تعتقد أنه خير منك في كل شيء، تعود مسلمين مكتفين، واش يقول لك إيه، تولي واش يهضر تقول إيه عنده الحق، علاه خير مني هذا، عنده تجربة خير مني، كبير عليا، قرأ أكثر مني، تولي تسمع له وتستجيب وتخاطب بروح التسليم، تسلم لكل ما يقول هذا الإنسان، ومن هنا يأتي السوء أو يأتي الصالح بحسب الإنسان الذي تخالطه أنت. إذن أول حاجة يتأثر بها الإنسان عندما يخالط هو الهدف، الهدف الهمة جمر الهدف، بصح الهدف هو الأول. ولهذا قبل ما نتكلموا على الهدف وش نقولوا، الجليس الصالح يقول العلماء هو كل جليس قربك من الله. أنا نعطيك هذا الكلام باش تقدر تنتهي تميز شكون هو الصالح شكون هو الطالح. كيفاش نعرف اني ندور انا مع الشباب هكذا، كيفاش نعرف هذا صالح وهذا ماشي صالح، كيفاش نعرفهم؟ الجليس الصالح هو كل انسان يقربك او يدلك على الله، وزيد على ذلك يدلك على ما ينفعك في الدنيا، يعني حتى في امور الدنيا ما تشوف منه الا الحاجه اللي تدلك على الخير، هذا هو الجليس الصالح. الجليس السوء هو الإنسان الذي يصرفك عما ينفعك في الدين والدنيا، يصرفك، يعني كي تكون تدور معاه تنسى ولادك، ولادك تنساه، روحك تنساه، نفسك تنساه، كي تكون تدور معاه ينسيك في كل ما ينفعك، حتى صحتك، صحتك لو كنت تحب تروح عندك درصة مريضة تحب تروح عند الطبيب تداويها ما يعطيكش وقت باش تروح انت، ما يخليكش تدير حاجة تصلح، هذا هو جليس السوء، نسأل الله السلامة والعافية. إذن لماذا نتأثر بجليس السوء؟ نتأثر لأن طباعنا كما قال الإمام أحمد الطبع سراق، والنبي صلى الله عليه وسلم يقولنا المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، وهذا حديث خطير لأنه يدل على أن دينك راح يولي كما الدين تاع خوك لك الدور معاه. إذن إذا كان الدين تاعو هو منحط وراه ماشي في طريق الهاوية، أنت أوتوماتيكيا راح تولي في طريق الهاوية. فالمرء على دين أخ مستحيل، وألف ألف مستحيل تلقى إنسان تقي يخاف الله إذا سمع الأذان يروح يصلي، يدور مع إنسان يشرب الكاشيات وما يصليش ويسب الله ويغازل البنات وينتهك الحرمات ولا يبالي بالله أبدا، مستحيل هذا يكونوا مع بعض، مستحيل، يعني هذه ربي سبحانه وتعالى ما جعلهاش موجودة في الأرض إلا إذا جمعتهم مصلحة أخرى. أما كونك تدور معاه يعني هذا صاحبك مستحيل، لأنك تتصلي تقول هذا الإنسان لم يخرج عليا أن نصلي أو يؤدي الأذان ونخليه ونروح ما يجيش معايا المسجد، وزيد على ذلك أنني قاعد أنا نصلي نخاف الله جوز علينا بنت هو يتبلها قدامي وأنا ساكت، يقول كلام فاحش قدامي وأنا ساكت، يعني يوم كامل هو يدخل أمامي ولا يتعاطى مخدرات قدامي، ما تقدرش تدور معه مستحيل، هذا 24 ساعة ما تجوزهاش معه. ولذلك المرء على دين خليله، معناتها مادام أنت كدور معاك الإنسان معناتها راك أنت كما هو، عندك تشابه كبير من حيث الدين مع هذاك الإنسان. ولهذا شوفوا يا إخواني الكرام، نشوف أن الرسول صلى الله عليه وسلم واش قال هنا، قال المرء على دين خليله. علاش قال كلمة الدين هنا؟ أنا قال كلمة الدين حب يقول لنا الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أهم حاجة يجب علينا أن نحافظ عليها وأعظم ما نملك في حياتنا هو ديننا، واللو اللي راح يتأثر من الصحبة هو الدين. ولذلك قال لك المرء على دين خليله، يعني أنت عندك حاجة عزيزة، عندك حاجة غالية تملكها وهي اللي راح تنجيك عند الله يوم القيامة هو الدين تاعك. وهذاك الدين كي تدور مع إنسان سيء راح تلعب دينك، وكي تدور مع إنسان صالح راح ترقي نفسك وترقي دينك. ولذلك
الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وش يقول العلماء؟ يقول لك نناصح الناس أجمعين بمخالطة الصالحين. وهذه أنا نحبكم تسمعوها مني وتسجلوها مليح وتنشروها مليح. وشن هي؟ أن كل واحد مهما اختلفت صنعته ومهما ارتقى في منصبه ومهما كانت حرفته يجب عليه أن يخالط الصالحين من أهل الدين. لازم أنت يا تخيل جماعة 5 ولا 6 في الحومة كلهم أطباء، كامل طب كامل، واحد جراح العيون، واحد جراح البطون، واحد جراح الأدمغة، واحد طبيب عام، واحد طبيب القلب، كل واحد وين؟ 5 صحاب يلتقيوا العشية، كل واحد يجي من المستشفى ولا من العيادة، العشية يدخلوا للدار يديبريو ويخرجوا الحومة يقصروا ويتلاقوا في القهوة ويقصروا العشوة، حتى المول العشاء والقصارين كل يوم. ومن بعد واش يقصروا؟ على الطب، يحكوا على الطب، يقولوا لنا جاني واحد اليوم وخرجوا واحد التقنية جديدة وصرات واحد كذا وكاين مشكل كذا في الإدارة وكاين هذيك وكاين هذيك وكاين هذيك، غير أمور الطب. حديثهم امتداد لمهنتهم، يولي هذا الإنسان هذا شغل راهو لا يرتقي، ثم راهو طبيب في الطب، يبقى غير طب الطب الطب الطب، ما يرتقيش ما يتبدلش، ثم أمور أخرى يولي مغلوق فيها. نفس الشيء يكون يتلاقوا ناس واحد أخرين يخدموا في الحدادة ولا في الكهرباء ولا في أي صناعة، يلتقوا العشية يقصوا على الحرفة نتاعهم، يبدأوا يحكوا غير على الحرفة. شوف أولا نفسيتك لا ترتاح، لأنك أنت نهار كامل وأنت في الخدمة هذيك، يزيد تجي في العشية يقصروا لك على الخدمة هذيك، يولي القصرة نتاعك امتداد لحرفتك، وهذا لا يليق بك لا في مزاجك ولا في مستواك العلمي. ولهذا الناس واش كانوا يديروا بكري؟ يكون ملك الملوك، ملك ملك، وهذه ملك الملوك يعني لا تليق إلا في الله، يكون ملك، يكون سلطان، يكون أمير، يكون قاضي. واش يدير؟ العشية كامل يحبس كلش، يجيب الوزراء نتاعو وينادي العلماء ويجلس مع العلماء في القصر ويريح يحكي معهم، يقول لهم ديروا لنا موعظة، ديروا لنا كلمة، ديروا لنا كذا، ويسمع. علاه؟ باش يرتقي الإنسان. لأنه شوف، طبيب بلا إيمان، حرفي بلا إيمان، نجار بلا إيمان، سائق بلا إيمان، حارس الباب بلا إيمان، مسؤول بلا إيمان، تخرب البلد ويخرب الناس. لأن إحنا عندنا غذاء نحتاج إليه في الصباح والمساء وهو غذاء الإيمان، وعلى هذيك نحتاج إلى مجالسة الصالحين. ولهذا ربي سبحانه وتعالى يعني جعل في الإنسان أمرا مهما في الحياة وهو أن يصاحب، لازم تصاحب. قال واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. هذا محمد صلى الله عليه وسلم بغض النظر عن سبب نزول الآية، أن معنى الآية النص نتاع الآية يفيد أن العبادة تقوم بماذا؟ بالجماعة. وهذا لي من الخطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم، قال واصبر نفسك مع من؟ وحدك، وحدك تقدر تصبر وحدك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. هادو خاوتك تاع المسجد هادو هما اللي مدينين لك الكوراج، راك تجي تصلي، تخيل المسجد ما في حتى واحد، انت تقعد في الدار ما تجيش، انت كي راك داير في بالك بلي كاين ناس راهي تجي المسجد انت كتجي عندك واحد. شوفوا في رمضان قيام الليل نقوموا الليل عليها مع الناس، يخلص رمضان ما يزيدش من ركعة، لأن الإنسان بطبعه عنده المعادة، يحب يعاند ويحب يستأنس بإخوانه، لأن الطريق موحش، الطريق موحش، ما تقدرش تقعد وحدك، الدنيا فيها هموم تحتاج إلى مؤانسة. والرسول صلى الله عليه وسلم جعل من العبادات التي يجازى عليها الإنسان، قال ولو أن تؤنس الوحشان، ولو واحد متوحش في الغربة، في الغربة متوحش ولا عنده هم، تعيط له في التليفون وتحكم وتقصر معاه، تقول له واش خويا غير الخير إن شاء الله، رانا معاك إن شاء الله، ربي يذهب عنك الهم والغم، تدعي له كلمة طيبة وتعاون وتقول له معليش اصبر إن شاء الله ربي يبدل حال بحال وكذا. عبادة هذه
عبادة. أنت ما سحقيتش في يوم من الأيام كلام كيما هذا، ما سحقيتش واحد يعاونك، ما سحقيتش واحد يوقف معاك يقول لك كلمة طيبة. هذا هو الصديق، الصديق. ونحن اليوم، اليوم انتقلنا من الواقع إلى المواقع، وصرنا نعيش عالم افتراضي، وكان كل واحد فينا عايش بالخوارزميات. عنده 5000 صديق، عنده 5000 صديق في الانترنت، عنده صفحة فيها 2 ملايين صديق، ولا واحد منهم يصلح، ولا واحد منهم يصلح. افتراضيين، يروحوا مع التليفون، كي تطفي التليفون يروحوا صحابك، يروحوا افتراضيين تاع الهواء، صحابك تاع الهواء، ما كانش تاع الانترنت. الصاحب الحقيقي الذي يريده منك الله هو الذي سنشد عضودك بأخيك. يعني نهار تجي تطيح يقول لك هنا. وهذوك صحابك تاع الانترنت هذوك، اما كي تطفي التليفون ما كاجهم. ما انت دير لهم من داك ستوري ولا عفسه ولا هدايا، يشعروا بالحزن. المخير فيهم يقول لك ربي يعاونك. صحاب ماشي صحيح. ماشي كيما قال الاخر، ميم با ماشي تاع كربون. ماشي ميم با تاع كربون. تاع والو، تاع الهواء. طفي التليفون ما كاشهم صحاب هذوما. الصاحب الحقيقي هو الذي يبحث عنك، يسال عنك. كما يقول الصديق وقت الضيق، الذي اذا ضاقت بك الدنيا جاء ففتحها في وجهك ولو بكلمه طيبه. الصديق الحقيقي هو الذي يضحي ويقدر يموت باش تحيا انت. هذاك الصديق الحقيقي. شوفوا ابو بكر الصديق افضل صديق شافته البشريه، افضل صديق مع افضل صديق مع محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك ربي سبحانه وتعالى قال: اذ يقول لي لمن؟ لصاحبه وهو في الغار. يعني اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه: لا تحزن ان الله معنا. يعني كاين صاحب، هاو الصاحب، هاو هذا هو الصاحب الحقيقي. بدل ماله وبدل نفسه وحط روحه في خطوره، حكم على ابي بكر الصديق بالاعدام وهرب مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وجاب دبتين، دب له ودب النبي عليه الصلاه والسلام، حضرهم للهجره في سبيل الله. ومشى معه النبي عليه الصلاه والسلام حتى غمض عينيه عليه الصلاه والسلام، توفاه الله وهو يشكر في صداقه ابي بكر، وقال: لولا الاسلام لاتخذت ابا بكر خليلا. يعني هذا هو الصاحب الحقيقي الذي كان مع النبي عليه الصلاه والسلام في السراء وفي الضراء. وكي مات النبي عليه الصلاه والسلام، اول واحد ظهر وثبت الامور هو صاحبه ابو بكر الصديق، الذي راى الامه اهتزت، الامه اهتزت نفسيا. من الذي ثبت الامه كي مات النبي عليه الصلاه والسلام؟ ابو بكر الصديق. من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فان الله حي لا يموت. حب يقول لهم للناس: يا جماعه، هذا حبيبنا صلى الله عليه وسلم راه مات، احنا يا ما نموتوش وربي ما مات، احنا نكملوا، ماشي كي يموت هو نموتوا في هذاك النهار، لازم نكملوا الاجال تاعنا ونكملوا الرساله تاع الدين ونكملوا نخدموا. اي ثبات تجده انت مثل هذا؟ هذاك الوفاء، الوفاء لصاحبه عندما مات. كمل الطريق، ما قالش خلاص هذا السيد هذا مات، انا كنت جايبها معاه، كنت مدي معاه الاسم، او مات، اي السلام عليكم، ويهرب. وانما بقى على العهد، وهذا ما نسميه نحن الوفاء. هذا هو الصديق، الصديق هو الذي تتاثر معه في اول حاجه، ياثر عليك في الهدف، ياثر عليك في الهدف. واش معنى الهدف؟ الهدف عندنا احنا هدف رئيسي، وهو الغايه الكبرى، وهي واش هو؟ اننا نموت مسلمين، واننا يوم القيامه ربي زحزحنا عن النار ودخلنا الجنه. هذا هو الهدف نتاعنا في الحياه، عبوديه الله تبارك وتعالى. نقيم العبوديه لله، اني نبقى عبد حتى نلقى الله، ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يعني هذا هو الهدف تاعي، اني نحافظ على روحي مسلما عابدا حتى القى الله، فافوز يوم القيامه. هذا هو المشروع، هذا اعظم مشروع في حياه المسلم. درع عليك. من غير طريق هذه راك في هلال كبير. هذه الاولى. وكاين هدف ما نسميه نحن بغايات الدنيا، غايات الدنيا. راك حاب تتزوج، راك حاب تقرا، راك تحصل شهاده كبيره، راك حاب تولي عالم في الفيزياء، في الرياضيات، راك حاب تنجز مشروعا
ربي يعاونك، هذا هدف. إذا كان في الحلال يعتبر من أهداف الدنيا، بصح هذا الهدف مقبول إذا كان لا يصدك عن الهدف الأسمى. وشنو هو الهدف الأسمى اللي قلنا عليه؟ أنك تعيش عبدا لله. تحت هذاك الهدف الذي تعيش عبدا لله، تحت الهدف الأسمى، مبروك عليك الأهداف الأخرى الحلال. دخل وش حبيت؟ حاب تتزوج، تبني، تدير طوموبيل، وش حبيت؟ تسافر، دير سياحة، عندك أهداف تريد أن تحققها في الحياة. المهم تكون أهداف ما شاء الله، تبر والديك، تفرحهم، تكون ولد صالح لهم، ما شاء الله، هذه أهداف. هذه نسميها احنا وشو؟ أهداف نبيلة. أهداف هي التي تدل على شخصيتك. احنا الأهداف يا إخواني الكرام هي اللي ترسم لك الحركة تاعك انت. انت تتحرك بحسب هدفك. وشنو هو الهدف؟ انسان يسكن في فندق ويروح يسأل الناس صباح، يقول لهم يا جماعة انا جديد هنا في المدينة هذيا، وين نروح؟ صباح ربي وين نروح؟ كي نوض صباح وين نروح؟ واش نقولوا له احنا؟ قولوا له احنا قول لنا واش راك حاب، نقول لك وين تروح. إنا راك تحوس على العلم ندلوك على المشايخ وعلى المكتبات والجامعات، وإنا راك تحوس على جاي الداوي نورولك سبيطار ونورولك الأطباء، وإنا راك جاي تحوس نورولك الأماكن السياحية تروح تحوس على روحك. ثم أنت حركتك بحسب ماذا؟ هدفك. وعلى هذيك إحنا في الدنيا اليوم صباح كي نوضو تلقى الناس رايحين كالفراش المبثوث، كل واحد وين صاد؟ واحد حكم هكذا، واحد هكذا، واحد ابي، واحد فوت في الموطو، واحد في الدراجه، واحد كل واحد وين رايح؟ وين هاد الناس؟ وين رايحين؟ كل واحد عنده هدف. واحد يقول لك عندي رونديفو في المستشفى لازم الصباح نكون تما، والاخر يقول لك انا مسافر حكم طريق رايح لازم نخرج، واحد يقول لك انا رايح المطار نركب انا رايح ماشي العمره، واحد يقول لك انا رايح نمشي الخدمه الصباح لازم على 8 نكون حاضر في الدنيا على الصباح، واحد يقول لك عندي موعد في الوزاره الفلانيه على 10 قالوا لي ارواح راني رايح دوك. كل واحد وين ماشي؟ لماذا تحركت هذيك الحركة؟ عندك هدف. الصاحب يصدك عن الهدف بالحركة، يقول لك يروحوا ليه أي يديروا منا، وانت بالعقل تفقد الهدف. أنا أقول لك واحد الكلمة واسمحوا لي الكلمة هذه لأنه على بالي بلي كاين منكم اللي متأثر بالشيء هذا. تخيل روحك انتايا حياتك كاملة ضرب 10 سنين ولا 20 سنة ولا 30 سنة وانت عندك صحابك يحكيو غير شراوه وباعوه، راح يلعب هذا العام مع هذوك والاخر تخرجوه، والمناجر هذاك الدار مع هذاك، والمدرب هذاك فلان او نحاوه راح يجيبوا واحد الاخر، والاخر البارح داروا الاخر داروا كذا. انت كي تقصر هكدا وتسمع تريح غير تسمع برك، وراح تعود تقصر معاهم بهذه الحكايه ساعتين ثلاثه اربعه وانت تحكي معاهم. وانا اللي تغيظني يا اخواني الكرام انهم هاد الناس تلقاهم احيانا كامل بنساهم وببناتهم بولادهم، راهم وحدهم في الدار البنات هذوك الاولاد، ما على بالناش بالك البنت راهي ترقص في التيك توك ودير في اللايف، ما على بالناش. وهو بالراي قصر يحكي على البالون حتى الليل 10 11 تاع الليل، ومن داك شوف اللعاب يطلوا من فمه، تقول له يحكي على قضيه تاع الحياه او الموت، ويقول له والله وكذا ونجيبوا شهود وكذا على واه باللي هذوك لعبوا في هذاك الصاد ماشي بالك الصاد. يعني شوف تعيش مع ناس كيما هذوما، انا ما نقولكش حرامه بصح تعيش مع ناس ديدنوهم يولي عندهم الدين تاعهم، هذا هو ماكش معناتها ديدنوهم، معناتها حكايتك صباح وعشيه على الامر هذا. كي تبقى تحكي حياتك كامل هكذا وتدور مع ناس كيما هذو راح تولي حياتك الهدف تاعك الكبير 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 انك تشوف ماتش، ما عندكش حاجه كبيره، تتأثر يعني نهائيا. وعلى هذيك النهار يكون راح يلعب ماتش شباب انت تروح تشري الكاوكا وتوجد روحك وتفرغ وقتك وديرها مود افيون وكذا باش تتفرغ وتخشى على هذاك الوقت، لانه هدف تاعك في حياتك تما، لانك الناس اللي درت معاهم اثروا فيك، تولي ما عندكش دير ذريه طيبه وتعاشر زوجه صالحه ودير مشروع تاع خير ولا تخلي صدقه جاريه موراك ولا ترضي رب العالمين ولا تحفظ شيء من كلام الله ولا تدي ولدك يقرا قران ولا تنظر الى بنتك راهي صالحه ولا لا تنسى امرك، نسوا الله فانساهم انفسهم. علاه؟ بمجرد الكلام على اشياء تافهه ليس لها هدف في الحياه، هو مجرد كي تدور دور دور تطلع تهبط تخبط لعبه، تحكي لنا لعبه نلعبوا احنا، انا نلعب البالون نلعب
بصح ماشي ما نعبدوهش، ماشي عبادة. تسمى العبادة راهي تاع مولانا سبحانه وتعالى. ولهذا ربي ربي شوف، كاين ناس راك مسؤول عليهم ولا لا؟ ولادك ومرتك ولا لا مسؤول عليهم انت؟ هذوك اللي راك مسؤول عليهم ربي قال لك لا تلهيكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله. اللي راك مسؤول عليهم وبالك اللي هيوك، فما ظنك لعبة تلهيك عن الله وتلهيك على ولادك وزوجتك. اذا احنا نتكلم، انا مانيش نتكلم على الكره بالذات، انا نتكلم على المواضيع التي ممكن تصرف انسان. ونفس الشيء لو كان تجلس مع ناس يتكلموا الا على بنات الناس، ونفس الشيء تجلس مع ناس يتكلموا الا على السيارات مثلا، همهم كل يوم يحكي السياره وخرجت هذيك جديده ودخلت هذيك. سما تولي نتايا تنسى الاهداف تاعك، وتولي الهدف الوحيد انك تكون عندك معلومه حول الموضوع الذي يتكلم فيه اصدقائك. وهذا السبيل من السبل المؤثره في المواضيع التي تثار عند الصحبه. وهذه من نعرفه، انا نعطيك القلب والصوره، والروح عند جلساء اسال الصالحين. لو كان نتايا راك خارب الدنيا منا ومنا، خاربها يوم كامل وانت تخدم، يوم كامل وانت خدام وتجري في الدنيا، وهي البطاطا وهو البصل وهي الحليب وهو كذا كذا، ودخلت للدار وخرجت العشيه ومشيت وقعدت مع جماعه ما شاء الله، ويحكيوا الجماعه هذوك يحكيوا عن الاخره، يحكيوا عن الجنه، يحكيوا عن الصحابه، يحكيوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، يحكيوا على الذات الالهيه اللي خلقنا من هو، يتكلموا على نعم الله، يتكلموا على امور مهمه جدا في الحياه اللي هي من اجلها خلقنا الله. وتقعد تبقى تسمع تقول هذه هي الحياه، هاي الحياه، تقول تسمى انا وشو واش راهم يديروا لك هنا؟ هذوك الناس راهم يرفدوا لك في النيفو تاعك، راهم يرفدوا لك في المستوى تاعك، راهم ينبهوا فيك باللي لازم تعيش للحياه الاخره. هنا يتغير الهدف الى الاحسن، ومع الاولين يروح الهدف الى الأسوأ، تولي ما عندكش هدف في الحياه. وهذه مش يقول العلماء يا اخواني الكرام، اعظم مصيبه واعظم اثر في مجالسه الصحبه. اذا كانت صالحه اعظم اثر انني اثرت عليك، درت معايا، اثرت عليك، خليتك انسان عايش لله، يكفيك احسن مشروع درته في حياتك. ثم اثر عليك الانسان بماذا؟ انه رجعك انسان عايش لله، وترفد المستوى تاعك، اخلاقك تبدلت، ومستواك في الكلام تبدل. لماذا؟ لانك راك عايش لله. خلاص ما وليش تلهب فلان وفلان وفلان، خلاص عندك هدف مع ربي سبحانه وتعالى. هذا اثر الصحبه الصالحه. اثر الصحبه السيئه يهونوا لك الهدف الاسمى الحقيقي، يهونوه. كي تجي الدنيا يقول لك خلينا نعيشوا وروحوا نتمتعوا، خلينا كذا نعيشوا النهار تاع اليوم كذا، تولي انسان لا تدري لماذا خلقت. وهذه اعظم جريمه في حق الصحبه. ولذلك ربي سبحانه وتعالى واش قال؟ ويوم يعض الظالم على يديه. وين يعض على يده؟ وين؟ في جهنم. ربي يعافينا ويعافيكم. في جهنم، في وقت يندم فيه الانسان ولا ينفع الندم. وعلى بالك ربي واش قال؟ يعض الظالم، يده يحكمها يعضها. عبوش معناتها؟ معناتها شدة الحسرة والندم. شدة الحسرة والندم، يعني راه متأثر واحد الألم عجيب. لماذا يتأثر؟ ولماذا يتحسر؟ لأنه أدرك فاق، فاق بصح رضا متوخر. هذاك الإنسان ربي قال عليه: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. قدم الله غير كنت ندور مع فلان وفلان وفلان وفلان، كانوا ناس صالحين، ولاد الحمام ما شاء الله. هذوك ناس قاريين وصالحين، طيبين مصلين، كلام طيب ما كاش كلام فاحش، الناس ينصحوا للخير، كان غدرت معاهم. قدر الله ما شاء فعل. ومن بعد واش صرا له؟ يا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. واش دار لك هذا الانسان اللي تقول لك غير ما درتش معاه؟ لقد اضلني عن الذكر. شوف واش دار لك؟ لقد اضلني عن الذكر. واش كنا نحكوا على الهدف؟ نساك في الحاجه اللي لازم تديرها، نساك في الهدف. اول نتيجه تحصدها من الجليس السوء انه يصرفك عن الهدف الذي ينبغي ان تقوم به. المهمه تاعك وش هي؟ ذكر الله. الله عز وجل قال: ذاكرين الله كثيرا والذاكرات. تذكر الله ليل ونهار، انت تذكر الله بقلبك وما تنساهش،
وتذكره بلسانك ولا تفطر عنه. هذا الإنسان ما خلاك تذكر ربي لا بقلبك ولا بلسانك، خلاك إنسان بعيد عايش في عالم آخر. وليت عايش تقول لنا وراني ندير وشني ندير وشني ندير، أنا وليت عايش على جال حبان كاشي في النهار. شكون داك؟ فلان. وليت تسمع غير أو فلان دبر واش دبر، أو فلان جاب، أو فلان لقى واحد يعطيله، وشنو هذه الحاجة المهمة اللي راكم تحكيوا عليها؟ حبك كاشي تولي نتايا حبك كاشي، حياتك كومبلي تنوض صباح تفكر كيفاش تجيب تعمر راسك، كيفاش تعمر هذاك النهار برك هذا المكان. ومن بعد تولي تلحق تسرق يماك تبيع العرض نتاعك. لماذا؟ لأنه الهدف نتاعك راهو تحت كامل، راهو تحت، راهو في مجرد شيء تشتريه ليذهب عنك عقلك. وش قال الإمام الحسن البصري؟ قال لو علم الناس قيمة العقل لعطاه لنا ربي، كون جينا نعرفوا قيمة العقل لعطاه لنا ربي، لتغالى الناس فيه. وش يتغالوا فيه؟ يولوا الناس يمدوا فيه، وكان جا العقل يتباع والناس يعرفوا قيمته يوليوا الناس يمدوا فيه دراهم كبار حتى تولي السومة ما تقدرش تلحق لها، ما تلحق لهاش. تخيل العقل محطوط للبيع، واحد يمد مليار، واش من مليار؟ الاخر يجي يقول له شوف من مليار انا نمد 100 مليار، ويبدا يطلع حتى يولي واحد ما يقدر يشريه. لا تغالى الناس فيه. قال فعجبت، شوف لي حسن البصري قال، قال عجبت لمن يشتري، يعني الخمر وغيرها، لمن يشتري ما يذهب به عقله. هو لو كان العقل يتباع وكنا نشريناه بالغلا، يعني يتعجب الانسان كيفاش انسان يروح يشري حاجه تنحي له عقله. مرض هذا كله، نعم هذا كله منين جانا؟ سوء، السوء الذي نسمعه من الجلساء والخلطاء الذين ياخذون بنا نحو ماذا؟ نحو الهاويه، واللي ما عندنا حتى هدف في الحياه. تعرفوا يا اخواني الكرام، شوف اعظم هدف عند الشيطان وشن هو؟ انه يصدق عن الهدف، يصدق كما قال الله تبارك لاغوينهم اجمعين، يصدق عن سبيل الله. ولذلك ربي سبحانه وتعالى لما نزل ادم ونزل الشيطان وهبطهم على الارض، وش قالنا؟ يا بني ادم لا يفتننكم الشيطان كما اخرج ابويكم من الجنه. الان اليوم نجد مع الشيطان جلساء السوء الذين يعملون عمله، يصدوك ينسيوك. لذلك الشاعر يقول ودت الزانيه لو كان كل النساء زواني، يعني ماذا به الانسان الفاجر كامل الناس تولي فجار، وماذا به اللي يسكر ماذا به الناس كامل يسكروا، والمراه المتبرجه ماذا بها الناس كامل يتبرجوا، والانسان اللي راهو في المخدرات ماذا به كامل الناس يدخلوا في المخدرات. لذلك تجد في الانسان السيء يريد ان يسحب معه غيره، يستأنس يقول لك اذا عمت خفت، الامه كامل راهي تشرب، امه كامل راهي دير، امه كامل في الفاحشه. لذلك هو لا يريدك انسانا صالحا، انت راك تضره، كيشوفك برا جاي المسجد ضره هذا الانسان. علاه؟ لانك تذكره بما ينبغي له ان يفعله، يتالم يقول لك نورمالمون انا راني كيما هذاك، يتالم يحس روحه مش مليح. اذا انت كي لو يشوف فيك راك تخسر له القسطو ديالو. ولهذا ماذا به لو كان غدوه من غدوه يسمع بلي انت تشرب في الكاشي وحبست الصلاه، اقسم بالله غير يتلألأ وجهه فرحا، يفرح، لان الزانيه تود لو ان النساء كلهن زواني. وهكذا جنس السوء. ماذا به انت ما تقراش؟ شوفوا اولادنا في المدرسه، اولادنا في المدرسه كي يشوفوا واحد يقرا قلبت الموازين يقول لك هذا يطيح البق يغلي الشوربه. هما قالوا لنا الشيخه قالت لنا ديروا التمرين، وهو كاع ما درناش غير هو، حنا ماذا بينا كاع ما نديروش باش كلمه واحده اذا عمت خفت. هو ماذا بهم هذاك الانسان اللي دار التمرين ماذا به؟ ماذا يقول لك هذاك الخباش هذاك يا خويا طيح علينا البق، خباش جاي خباش. ولا واش الانسان هذاك؟ ولا الانسان عباره عن انسان شاب، الاصل هو النموذج. بصح هما الان هذوك الجلساء ماذا بهم هذاك الانسان اللي يجيب 18 ويجيب 19 ماذا بهم يهبط يولي يجيب 9 و10 كيما هما باش يرتاحوا، باش باباه ما يقولوش شوف صاحبك راه يجيب 19 انت تجيب 9. بصح لو كان صاحبه يولي يجيب 9 كيما هو يقول لك راهي تسقمت الحاله، رانا كامل كيف كيف. ولذلك جلس السوء واش يدير لك؟ ينقص لك من الهدف. انت كان عندك هدف كبير، كنت حاب تجيب البكالوريا ب 19، وكنت حاب دير مشروع ما شاء الله، وكنت كنت تحب من اهل المسجد وتختم القران الكريم، ويزيد عندك اولاد وتجيب زوجه صالحه واولادك يحفظوا القران الكريم، وتنشئ لنا ذريه طيبه باش نهار نحطوك في القبر عنده ولد صالح يدعو له. خلى
كمل البروجي تاعو الانسان. هذاك الصاحب هذاك من المدرسه يبدا ينقص لك، كنت تجيب 19 لا لا ما تجيبش الباك، والله ما تجيبه معاه، يهبطك حتى لتسعه ويقول لك رانا كيف كيف دركا، انت صاحبي وانا صاحبك وحنا خاوه ونموتوا كيف كيف ونرودوا بلوي كيف كيف ونخرجونا كيف كيف ما نجيبوش الباك كيف كيف ونخرجوا للشارع كيف كيف. ومن بعد يوم القيامه الاخلاء اللي كانوا يبانوا لك صحاب ما شاء الله وتحبوا يحبها وتعشقوا يعشقها كانوا في الحرام بعضهم لبعض عدو تنقطع، لانه ما كان لله دام واتصل وما كان لغيره انقطع وانفصل. ما كاش حاجه لغير الله تبقى تمشي مستحيل. صحاب 30 سنه و 40 سنه نساو بعضهم نساو بعضهم لان الصحبه ما كانتش لله ما كاش. ولهذا اول حاجه تخسرها الهدف تاعك. انا نقول لك واحد الحاجه، الهدف اغلى ما تملك انت، اغلى ما تملك. انا نقول لك قيمتك عندنا هو هدفك. حنا كي نعرفوا بلي انسان شوف هو حاب يدير مشروع ما شاء الله وانسان حاب يختم القران تكبر في عينينا، وكي يشوفوا انسان يلعب يدير كذا ما عندوش نحطوك من تحت ما تسواش لانه ما عندكش هدف في الحياه. ولذلك شوف والدينا والناس الصالحين والعلماء اللي جلسنا معاهم، كي تجلس مع العلماء واش يقول لك؟ يقول لك ماذا تفعل؟ ماذا تفعل؟ كان الشيخ حماد الانصاري رحمه الله محدث المدينه كيتلاقى مع طلبه العلم، كي تروح تزوره ما تروحش تزوره تبرك به وتشوف فيه وكذا، هذيك ما عندناش حنا في ديننا ما عندناش، عندنا الخدمه. كي تروح تقعد مع عالم تتاثر به تتاثر. قال يقول لك واش يقول لك الشيخ حماد رحمه الله؟ غير تجلس معه تجلس معه يقول لك ما اسمك يا بني؟ تقول له اسمي محمد. من اي بلد انت؟ تقول انا من الجزائر. ماذا تفعل؟ اول سؤال ماذا تفعل؟ عبك يخطك بكف تسمى شغل يفطن فيك. تقول صح انا واش راني ندير انا؟ واش راني ندير؟ تقول له نلعب لي بول. تقول له نلعب لي بول انا الصباح وعشيه. يعني تسمى واش تقول له الانسان هذا؟ واش تقول له؟ عبك كي تقول له ماني ندير والو يحاوزك والله ما يهضر معك، يقول لك خرج عليا. يقول لك بقوه اخرج عليا، يقول لك اخرج. تسمى ماك دير والو انت. تسمى انت كيما الامام شعبه رحمه الله، لقى شيخ في عمره 70 سنه قاعد حاكم ماك دا بلاكا تاع ستوب وقاعد كيما نقولوا هنايا. قاعد ما يدير والو. قال له كم في عمرك؟ قال له 70. احفظت القران؟ ما حفظتش. جاهد في سبيل الله؟ ما درت والو. ضربه بكف. قال له انت 70 سنه ربي خلاك 70 سنه ما درت والو في الحياه، انت واش كنت دير انت؟ سمع على بالك انت قيمتك واش راك تقدم؟ واش راك دير؟ والله ولو ان تاتي بلقمه تضعها في فم زوجتك راك تسوى ما شاء الله. اما انك ما تسوى والو ما دير والو مصيبه كبيره. ولذلك حنايا الناس العلماء واش يقول لك؟ يقول لك واش هو هدفك؟ واش حاب تخرج؟ كاين واحد السؤال يقدموه لنا في المدرسه كنا ندخلوا، يقول لك واش كل واحد فيكم يكتب لي واش راه حاب يخرج؟ ومن احسن الاساتذه اللي مروا معنا كنا نقراو في سيام بكري في الثمانينات، يدخل واش يقولوا لنا بعض الاساتذه؟ يقول لنا ورقه ما يقولكش واش يخدم باباك، ولا لا لا كي يقول لك واش يخدم باباك؟ ايه تسمى ما عندها شغل تسمى يعود يوزن فينا بالخدمه تاع بابانا. وانما يقول لنا كتبوا لي اسماواتكم واش راكم حابين تخرجوا. يضرب معنا ثلاث حصص، ثلاثة حصص ولا أربعة، يناقش فينا واحد واحد واش حاب تخرج؟ واش حاب تخرج؟ هكذا. واش يقول لك؟ يقرا الورقة تاعك يقول لك فلان بن فلان أرواح. وكتبت لي بلي حاب تخرج طبيب، علاه حاب تخرج طبيب؟ أنت تسأل لأنك أنت من داك واش دير؟ تكتب برك. تقول لي حاب نخرج طيار، طبيب، كذا. يقول لك علاش حاب تخرج طبيب؟ تقول له باش نخلص مليح. يحاكمك يغسلك. يخليك تعاود تفكر من جديد. يقول لك الاصل الطبيب هي خدمه نبيله، خدمه انسانيه، ما تفكرش فيها في الدراهم. باش انت تولي عندك انسان، انسان خادوم للناس، هذا هو الطبيب. الطبيب انه يبقى يقول لك انا باش ننفع الناس، ومن بعد هذيك الشهريه والدراهم هذوك يجوا وحدهم ما يهمش. المهم الهدف تاعك ماشي باش دير دراهم، الهدف تاعك باش تكون انسان نبيل تداوي الناس وتسلك الناس وتدير الاجر في الناس. ويقول لك روح. تسمى شوف الناس المربي الحقيقي الاستاذ الحقيقي كيفاش يبدا؟ يبدا بتحديد الهدف لكل واحد، لانه على باله بلي نتايا راح تخدم على حساب الهدف تاعك. واما اذا جلست جلساء السوء واحد ما عنده هدف راح تولي انت ما عندك حتى هدف وتنحط. الشيء الثاني الذي تتاثر فيه هو الهمه. الجليس ياثرك في الهمه تاعك. نكمل بعد الاذان دقيقتين.
الان الجليس ياثر لك في الهمه تاعك. كاين بعض الناس يا اخواني الكرام، شوف انت يا كما كنا نحكوا قبيله، انت عندك حرفه وما شاء الله عندك تجاره ولا حرفه ولا ناجح فيها، الصباح تروح تخدم تجي العشيه تسمى راك في مكانك الله يبارك ما شاء الله. انت واش تولي تشعر؟ تولي تشعر باللي راك حققت الهدف الحقيقي. الحمد لله انا كنت ناوي نخرج طبيب، راني طبيب وراني عندي عياده راني نداوي الناس خلاص سي بون هذه الحكايه. ولا راني انسان حداد فتحت ورشه راني سودي ما شاء الله خلاص حققت الامنيه تاعي. هذه غلطه في الحياه. علاش غلطه؟ لاني هذا الهدف ماشي هو الاسم تاعك، هذا الهدف الدنيوي، هذا باش تاكل وتشرب. اما الهدف الاسم تاعك هو واش هو؟ انك تتعرف على الله على اليوم الاخر وتتحرك نحو الله وتنجو من النار وتولي انسان صالح تدخل الجنه. هذا هو الهدف الاسم اللي تكلمنا عليه من الاول. تولي انت يا واش دير؟ كيفاش انسان صالح يرفع لك من الهمه تاعك؟ ما يخليكش طبيب برك، يخليك طبيب صالح، يخليك حداد صالح، فلاح صالح، عزاز صالح. هذا هو الجليس الصالح، يزيد لك كلمه صالح في حياتك، ماشي معناتها فقط يخليك طبيب ويخليك دكتور ومهندس، لا لا، يزيدك الصلاح. فانت تولي العشيه كي تجي تقعد في المسجد وتحضر درس، راك مع الناس الصالحين، هم القوم ولا يشقى بهم جليسهم، راك مع الناس الصالحين. كي تريح نتايا وانت طبيب وتشوف الامام ويتكلم كلام واعر، يتكلم عن الجنه وعن النار كذا منا، تسمى انا عندي حاجه لازم نخدم عليها ما خدمتش عليها، وليت طبيب بصح ما خدمتش على هذيا. واش دار لك هذاك الانسان الصالح؟ رفد لك الهمه تاعك علاه ما خلاكش في الدنيا، رفدها الفوق. قال لك روح نرفد لك الهمه تاعك الفوق، تولي انت تخدم من اجل الاخره. يعني بالعكس لو كان نروح للجليس السوء واش يدير لك؟ جليس السوء راح يخليك تهبط من هدف اسمى، تولي تفكر غير في امور اللهو، اللعب، الاكل، الشراب، كذا. حتى اخواني الكرام شوفوا اسمعوني مليحه، هذه ظاهره ربما راكم كامل لاحظتوها وموجوده، تدخل التيك توك تشوفها، في الانستغرام تشوفها، في الفيسبوك تشوفها، في الجماعه برا تشوفها. شبابنا اليوم نساء ورجال، نساء ورجال، شباب تاع الجيل هذا دركا، تعرفوا يجلسوا يحكيوا على من؟ هذاك عنده واحد ساندويتش، هذاك كنت تشوف روح عند الاخر، هذاك اللي طيبها مليح، او هذاك القص، هذاك القص. سمع بك تولي جلسه تاع ساعتين ثلاثه تحكي شكون اللي عنده البيتزا مليحه وشكون اللي عنده كراميطه مليحه. تسمع على بالك باللي تولي انت هدفك الاكل، هدفك وين فلان وراها فلان اكتشف واحد جديد روحوا لعنده. تسمى يروحوا الناس ينوضوا السياره ويروحوا لعنده. تسمى هذا الانسان حلال عليك تاكل، لا مش مشكل برك تشوفوا اخاك شنا في المطعم تقول لك هذا راه كيفاش يقول ما تاكلوش وهو ياكل. فالان المشكل انك تجعل ذلك ديدنك، هذا هو الديدن تاعك، تقصر ويحكي ويجيب الحجه والدليل والشهود على جال الموضوع كما هذا. علاه الهدف راهو هابط، ارفض المستوى وتكلم على امور احسن وافضل. على بالكم يا اخواني الكرام، اقسم بالله ونقعد نحكي انا وانتم مع الجنه والنار دوكا دوكا، والله ما تخلص الحكايه يوم القيامه. شيء كبير راهو عند ربي الفوق، شيء كبير عظيم. النبي عليه الصلاه والسلام قال لهم حب يرفد لهم النيفو للصحابه، حب يرفد لهم النيفو الفوق. شوف الناس الصالحين كيفاش يرفد لك النيفو، قال لهم لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا ولا تركتم النساء على الفروشات ولا خرجتم الى الشوارع الى الزقاق تجارون. قال لهم وكان نقول لكم واش كاين عند ربي واش راه يستنى فينا. قال لهم شوفوا تحبسوا الدنيا كامل كما راها وتتركوا الشهوات وتخرجوا برا في الشارع وتعوقوا تجارون، تولي تعوق تعيط لربي يا ربي سلكني يا ربي سلكني، نخرجوا نعيطوا كامل كيما رانا. قال لهم هذه الحقيقه وكراكم شايفين، مش كيما راكم شايفين اقعدوا لعبوا كيما راكم شايفين، اقعدوا لعبوا ومزحوا وقصروا وحكي وكذا. وقول لك خلينا نضحكوا شويه، هو حياته 60 سنه هو يضحك، وكي تجي تحكي له قول خلينا نضحكوا شويه، ضحكنا ضحكنا بزاف ضحكنا ومازلنا راح نزيدوا نضحكوا. بصح لابد من حياة جدية ترفع الهمة عند الإنسان. نكمل بعد الأذان إن شاء الله تبارك الله.
إذن إخواني الكرام، الصحبة تؤثر على الهمة. تولي أنت يا أحيانا، شوف أحيانا صحابك يشوفوك حاب تدير حاجة ما شاء الله يفشلوك. علاه؟ لأنه ماكش حابي أنك تنجح. شحال من إنسان تكون عنده همة، تقعد مع نفسك تركب فيك همة عالية ونشاط، وتولي أنت تنحي كامل الحواجز وتتوكل على الله وتريد أن تصنع شيئا هاما. أول الناس الذين تلتقي بهم يبدأ يقول لك يا أبدي ما كان والو، داروها قبلك، داروها قبلك دوك تضرب، شوف دوك تضرب 6 شهور كذا وتولي. جاءني أحد الإخوة المباركين، نسأل الله يثبتنا ويثبت جميع إخواننا، جاءني قال لي أنا جلسنا قال لي سمعت مشايخ كذا منا، تبت من المخدرات والتزمت الطريق المستقيم، قال لي والحمد لله صار لي اليوم أكثر من 6 أشهر وأنا ملازم الصلوات الخمس. قال لي الحمد لله، قال لي نمشي للمسجد وأنا أبكي، قال لي فرحا بما أتاني ربي من الهداية. قال لي صلاة الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء قال لي خير كبير جدا، قال لي انقلبت حياتي شيء آخر، قال لي حسيت بلي ربي افتح عليا. قال لي جلساء السوء تاوعي قال لي يريدون أن يردوني، قال لي كل من جوز يقول له حسرة دوك شوف يومين ثلاثة ما تزيدهاش، شوف الجمعة هذه دوك تشوف الجمعة هذه دوك يجي. قال لي كل مرة قال لي إلا ويبعثوا لي وقتاش تولي متى ترجع، ما تقدرش تكمل زمان صعيب، ما تقدرش شحال كيما انت هنايا شدوا عامين عاودوا ولاو. شوف الان واش يدير لك هذا الانسان، يصدك عن سبيل الله تبارك وتعالى، يهبط لك الهمه. انت كنت قاوي ما واش دير، تولي تفكر تقول صح هذو ما عندهم الحق، بزاف ناس مساكن يضربوا عامين عاودوا ولاو، انا ثاني ما راح نكون كيما هذوك الناس. انت تولي في نفسيتك دير في بالك باللي ابتداء ما حش تثبت، تضرب تعاود تولي. لماذا؟ لانهم هما هذوك الناس في الشروك. نفس الشيء في الدنيا، انت ممكن تدير حاجه كبيره تقول لك انت يا دوك تولي ما كاين والو، ما كاين والو يا ودي، تضرب شحال كيما انت هكذا والله ما كاين والو. ولذلك واش يدير؟ شوف الان ابنائنا في المدرسه عندهم جلساء سوء كثر، واش يديروا لهم؟ يهبطوا تخفت الهمه تاعو. الاخر يقول كان يحب نقرا نخرج مهندس طبيب كذا، لا واش يدير له؟ يقولوا يا حسرة هذاك ويدي 200 مليون في شهر ويلعب بالون، انت تروح تقرا وكذا. ومن بعد شحال شوف شحال من واحد راه يقرا من بعد ما لقاش خدمه. والله غير عندي خالي عنده شهاده في الدكتوراه عنده 4 سنين مسكين والله ما خدم، وعندي واحد اخر من العائله ضرب شحال جاب الدكتوراه ما خدمش، خرجوا من الخدمه ومهبول دوكا برا يمشي يهدر وحده. ومن بعد تقول ايه ما كان نقرا، ايا نخرج من دوكا نخرج، تخرج تروح تحكم بعد الكاشيات كذا، تولي تبيع ولا تشري ولا، وتدخل في طريق واحد اخرى. بعد ما كانت عندك همه وين؟ الفوق. شكون اللي نحرك الهمه؟ جليس السوء. اياكم من هؤلاء الناس، لان هؤلاء الناس ماذا به؟ هو شوف هو راه في خساره وهو يدرك انه في خساره، وتزداد خسارته وحسرته عندما يرى نجاحك انت. كاين بزاف ناس يتألموا بالنجاحات نتاع ناس اخرين، ما يحبوكش تربح، والله ما يحبوك تربح. وكاين ناس راهو يتخيل انه هو ما ينجحش حتى تخسر نتايا. ربي موسع رحمته هو مضيقها، نقدر ننجح انا وتنجح انت، وعلى لازم واحد فينا؟ علاش لازم واحد فينا؟ كاين هكذا بزاف ناس هكذايا. كاين ناس يظهر الفرح في وجوههم عندما تصاب انت بمصيبه، وان تصبك سيئه يفرح بها، وتصيبك مصيبة يديروا العرس. كاين ناس وكاين ناس كي نتايا يعطيك ربي حسنة هو يحزن كأنه في جنازة، الماكلة ما تهبطلوش منها. كي ربي يعطيك النعيم، كي ربي يفرج عليك، كي تنجح حتى وتحقق النجاحات نتاعك، هذاك الإنسان يتحسر ويحزن حزنا شديدا لأنك انت نجحت. كيما عقليتنا احنا في تريسيتي، شفتها كي نكونوا احنا في الدار، تروح تريسيتي تقول لوليدك روح شوف لنا الحومه كاع رحت لها، غير يقول لك رحت الحومه كاع تفرح انت، ولا قال لك باللي رحت لنا غير لينا تزعف. هكذا احنا يا عقليه تاع صومال كاز عندنا نقزروا بركا. فالان احنا يا هذ العقليه تاعنا، احنا في نفسيتنا الداخل ماذا بينا، وكنت طيحهم بان برا طيحهم بان، ومن بعد تلقى 4 سيارة والحمد لله قام طايحين بان قولهم سما كامل عليهم كامل الناس. فاذا انت تعتقد انها اذا عمت خفت تولي تجيب معك الناس تكرههم كاع في جهنم. ولذلك نسأل الله يعافيني ويعافيك، جليس السوء والله ما يخليك تمشي، والله ما يخليك تروح ولا تمشي. وري لي انسان دار مع جلساء السوء ونجح في حياته، حتى باش تصور صروف ما يخلوكش،
لازم تديها بالحرام معاهم، وما يربحوش حتى يرميوك، اما تغرق في البحر، واما تموت اوفر دوز، واما تخلص عليك في السجن. تما يقول لك قدر الله فلان، اي والله غنصحنا. حنا قلنا له ماشي هكذا كاع، ماشي كاع هكذايا، تما قلنا له روح بالعقل. حنا كنا غير تما امور برك، هو اللي زاد توما ديتو، هو كان ماشي في طريق مليح مسكين. ولذلك شوف جليس السوء ماذا يفعل لك. الاثر الثالث شنو هو؟ انه يؤثر في ايمانك، في ايمانك يهول لك المعصيه، تولي انت عادي تبلى بنات الناس وتدور مع ناس كلهم عندهم الصداقه الحرام، تولي انت تهونها عادي. الناس كامل تعود تقول نورمال عادي، كامل الناس راه يدير، كامل الناس يتفعل، هذيك كامل الناس يهونها عليك. اما الانسان الصالح يقوي لك ايمانك، يقوي لك الايمان ويخليك تنجح مع الله. وش يدير لك؟ ينصحك. الدين النصيحه. قال النبي عليه الصلاه والسلام من حق المسلم على المسلم وان يستنصحه اذا نصحه، وان ينصحه اذا استنصحه. يعطيك نصيحه ويقول لك، ممكن يزعف عليك ويعيط عليك ويقدر يضربك باش يرجعك للطريق. هذاك الجالس الصالح ويبكي عليك لانك انت تركت الطريق. انا نقول لك واحد الحاجه، البارح في العشاء يجيني انسان من الشباب تاع المسجد، حزين حزينه كانه مات الواحد من العائله، والله شفت وجهه خفت، قلت هذا راه يحمل الخبر ماشي مليح. حزين قال لي الشيخ والله عندي واحد الحاجه حبيت نقولها لك. قلت هذا خير شر. حزين مسكين لانه انسان طيب. ماذا قال لي؟ قال لي على بالك باللي فلان وفلان تركوا الصلاه، اللي كانوا يصلوا معنا تركوا الصلاه، وراه واحد فيهم راه ماشي في المخدرات مسكين. قال لي كيفاش نديروا؟ لا لازم نروح ننصحوه يا شيخ. انا كي قلت له ان شاء الله خلاص دوك ندبر راسي كيفاش ندير معاهم. بعد فكرت قلت له سبحان الله هذا انسان طيب. فكر واش فكر؟ فكر في خوه وجا عندي باش يقول لي نروحوا ننصحوه باش نعاودوا نردوه للمسجد. هذا هو الجليس الصالح. هذا كي تلقاه انا نقول لك خلص على جالو دراهم، خلص على جالو النفقه باش يبقى معك واحد كيما هذا، لانه والله ما تلقاه الان. الجليس الصالح لا يقدر بثمن يا ناس. الجليس الصالح هو الذي يشد الله عضدك به، هو الذي تلقاه عند الوحشه كما تستوحش الدنيا كما راهي دركا مكشره بنيابها، والمصايب التي تنزل عليك والغدر الذي تجده من الناس. هذاك الجليس الصالح هو اللي يقول لك باللي كاين حياه، هو الذي يرد لك الامل في الحياه. هذاك الانسان الذي يواسيك عند وحشتك، والذي يوسع لك ضيقك، والذي يفرج عنك كربتك، هذاك هو اللي يقول لك باللي الحياه مازال فيها خير، وانت تقول الدنيا مازالت بخير، اي نكملوا الحياه. والا كان ما كانش الجليس الصالح كان ما تخلصش عليك انت مليح. والجليس السوء ما يرتاحش حتى يديك لجهنم، والله غير حتى يديك. نقول لك علاه، عم النبي عليه الصلاه والسلام كان ناس ملاح، ابو طالب، والد علي بن ابي طالب، والد جعفر وعلي، هذاك عم النبي عليه الصلاه والسلام كان يرعاه، كان يدافع عليه، كان يدافع عن الاسلام. كان انسان صالح، انسان طيب، صاحب رجوله وشهامه ومواقف، وانسان كريم يكرم الضيف، وكان انسانا عادلا يقول كلمه الحق وما يظلم حتى واحد، ومعروف عند الناس من اشرف خلق الله تم عندهم بالنسبه لهم في قريش، عم النبي عليه الصلاه والسلام. كي كان راح يموت راح يجري عنده النبي عليه الصلاه والسلام، يا عم يا عم يا عمي قل لا اله الا الله اشفع لك بها عند ربي. غير قل لا اله الا الله واخطاتك، انا ندبر راسي، انا نتوسط لك عند ربي. قل لا اله الا الله في اخر العمر. يجوا ليه شكون؟ عتبه بن ربيعه وأمية بن خالف وأبو لهب وأبو جهل، جاءوا الصحبة لزونسيا تاعو أصحابه اللي ضاربين معاه شحال من عام، لزونسيا تاعو جاءوا وقفوا له عند الموت، قالوا له لا ما تقولهاش لا إله إلا الله، بل على ملة عبد المطلب، يوم موت على الأصل ما طيحش من العود. قال لهم بل على ملة عبد المطلب ومات كافرا. شكون سبته؟ الصحبة، الصحبة هي اللي جراته حتى دخل جهنم. ولذلك الان اي واحد فينا الذي احنا، شوف يا اخواني الكرام، احنا وحدنا وحدنا عندنا شهوات، عندنا الشيطان، عندنا الهوى، الدنيا مغرتنا كذا، وحدنا رانا في الهاويه. كي تزيد دير جير السوء يزيد يكمل عليك بسهوله، اسمي يدير لك غير هذا يكمل عليك. ولذلك احنا اليوم نحتاج الى من؟ احنا اليوم نحتاج الى قوه تطوف بنا. واذ قال عيسى ابن مريم للحواريين من انصاري الى الله؟ نبي، نبي لازم له حواريين، لازم له معاه جماعه تعاونوا، ما
ما يقدرش وحده. الإمام في المسجد لازم أمة تعاونه، توقف معاه، تدافع عليه، تنصره، تنصحه، تواسيه في ضيقه، في كلش. ما يقدرش وحده الإنسان. هذا الإمام اللي تعتقد أنت إنسان صالح حافظ القرآن، فما ظنك أنت اللي راك تروح تخدم لوليداتك وترجع وتلقى الفتنة من داك واحد عندك رشوة، من داك تشوف عينك حاجة تاع الحرام، من داك تخمم في حاجة تاع الحرام، من داك شكون يعاونك لو كان ما عندكش ناس صالحين، وكان ما عندكش إنسان تروح تستشره تقول له فلان والله غير جيت نقول لك واحد الكلمة برك خمس دقائق عشر دقائق نشاورك في واحد الموضوع مهم جدا. شكون هذا اللي تشاوره وأنت تعطي له سرك؟ والله وأنت حبيت تمد البنت خطبوها لك، شكون تروح تشاور؟ أنت حاب تدير مشروع، شكون تشاور؟ شفت رؤية النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك ترويها لمن؟ ترويها لصديق ولا إنسان ناصح. تروح عند فلان تقول له والله غير شفت واحد الرؤية البارح، أنت صاحبي وأنت حبيبي، حبيت نحكي لك، أعطيني كذا. حدثني واحد الإنسان الأسبوع الماضي، واش قال لي؟ قال لي والله العظيم غير من علي ربي بصاحب، قال لي أنا نسكن في ولاية وهو يسكن في ولاية. صاحبه قال لي هو في ولاية وأنا في ولاية، قال لي فرطتنا الخدمة. قال لي والله العظيم كي تحير لي هكذا، قال لي نعيط له في أي لحظة. قال لي نعيط له نقول له يا فلان راهي تايهت لي مع الطفل، أنا عندي مشكل مع الطفل، عندي مشكل مع البنت، مع الزوجة، عندي مشروع، حاب ندير كذا. قال لي قصر معايا، قال لي يعطيني، قال لي كي نكوبي معاه التليفون، قال لي نروح رايح، قال لي نمشي شوف، قال لي ربي حطه لي معايا في الحياة. شوف نعمة الصاحب، هذا هو الصاحب، ماشي اللي يقول لك أرواح نديروا هذيك، أرواح نبعدوا على ربي سبحانه وتعالى. وهكذا أبناؤنا اليوم، منين راح الحياء تاع الأولاد في المدرسة؟ منين راح الحياء؟ كي يدخل هو يكون لاباس عليه، يكون ما شاء الله متربي ولاباس عليه، وحاب يحفظ القرآن، وحاب يلبس لباس محتشم، والبنت حابة تلبس لباس محتشم، كي تدخل في وسط البنات يحبوا ينحوا لها الحياء، تشوف هذيك الطفلة اللي تلفت صوتها أمام الأولاد، وتتكلم مع الأولاد، وتصافح الأولاد، وممكن تسلم على الأولاد، وتقول أي حاجة، وتتكلم بأي طريقة، وأي موضوع. ويروح هذاك الشاب يقصر مع أصحابه يلقاهم يحكوا في أي موضوع بدون حياء وما عندهم حتى مشكلة، يبدأ يشوف روحه هو وشن هو ماشي حي. يقولك الحياء تاعي هذا هو كومبلكس، كيما راهم يهضروا هذوك العباد اللي يجيبوهم في التلفزيون يقولك أنا طبيب نفساني، يقولك هذاك لازم تحيلوا العقدة. حيلوا العقدة؟ مش تحيلوا العقدة هذا، كيفاش تحيلوا العقدة؟ ديرهم طفل مع طفلة يقعدوا، مش تروح العقدة، خليه يا راجل. النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يعظ أخاه في الحياء، لقى واحد حاكم صاحبه يقول له اسمع أنت تستحي بزاف، مش مليح الحياء هذا، على يعني بالك مش مليح تحشم بزاف. قال له النبي عليه الصلاة والسلام دعه، خليه سيد، خليه وعنده كنز، خليه. قال له دعه فإن الحياء لا يأتي إلا بخير، لأن أبنائنا لفقدوا الحياء وطنس وجوههم راح يعود يدير كلش حتى مع والديه واللي مش متربي في الكلام. إذن من اللي نحي الحياء نتاعو كي يروح المدرسة ويلقى هذاك شو كيفاش يتصرف مع باباه، أنا تاني نعود نتصرف مع بابا، ياه يزقي بابا بأسمه، ياه يما شوف كيفاش دايرة، ياه يما تسمى تقصر مع بالك طريقة، أنا تاني نقول نحي القدر مع والديا، وشوف ياه كيفاش ضارب معاك، أنا تاني نعود نضارب كيما هو، والأخرى ياه نورمال تهضر مع الطفلة، أنا تاني نعود نهضر مع الطفلة، والبنت هذيك نورمال هذاك قصرت مع هذاك، أنا تاني نقصر مع هذاك، يبداو ينحيو، منين جات؟ من الخلطة. من خلطة هذيك هي اللي تخلي الإنسان يفقد القيم اللي أعطاها له ربي سبحانه وتعالى. أنت أعطاك ربي أمور غالية ما تسواش دراهم، ما تخش تشريها بدراهم، أعطاك حياة، أعطاك خجل، أعطاك حب الخير للآخرين، أعطاك حب الذات الصالحة، أعطاك الهدف الأسمى، أعطاك كم شيء. يجوا جلساء السوء يأكلوا لك كل القيم هذه في رمشة عين. ولذلك احنا اليوم بحاجة إلى ماذا؟ إلى أننا نفقد أنفسنا أولا احنا الأولين، ونتفقدوا أولادنا، وننظروا إلى من هم أصحابهم. بنتك مع من تمشي؟ أولادك مع من تمشي؟ ولذلك العلماء الذين تربينا على يديهم ينصحون أو يقولون، يقول لك أولادك خليهم يصاحبوا الناس، بس حكون أنت صاحب أصحاب أولادك، أنت يا صاحب أصحاب أولادك، لازم تكون عندك علاقة مع أصحاب أولادك، لازم ولو أنك تناديهم يجوا للدار، جيب روح جيب أصحابك، روحي بنتي جيبي أصحاباتك، أرواحهم ديروا قهوة، جيبهم يتعشوا في الدار، جيبهم يراجعوا معك، مش مشكلة. وندخل ونشوف هاد النوعية اللي راهي تدور معهم بنتي، وندخل ونشوف النوعية اللي تدور معهم ولادي، وبعدين نبدأ ملاحظات. قول وليدي صاحبك هذا علاش دير شعره هذاك، وصاحبك هذاك علاش ندير السلسلة، علاه البنت هذاك، أنا واش راني ندير بهالطريقة؟ راني نقول لوليدي بلي راك عندك أصحاب راهم على خطأ إياك،
انك تكون على الخطا تاعهم، يولي هو يفهم بلي هذوك صحابو راهم على غلط. شكون يصحح؟ انت دايا ما تتلهاش بامور وتنسى اهم ما اوكلك الله اليه. على كل حال الحديث هذا راه مازال عنده حاجه طويله، لانه موضوع مهم في حياتي انا وفي حياتك انت، في حياه زواجنا وفي حياه ابائنا وامهاتنا وخاوتنا وخوتاتنا ولادنا، يعني مهم وهو اساس المجتمع، اساس الصلح الصالح، وربي سبحانه وتعالى بناها كلها على الصحبه. ولهذا احنا اليوم بحاجه الى اننا الموضوع هذا ناخذه بجديه، ونسال الله يعني الشيء اللي تكلمناه راه فتح علينا كثير من الامور، ونسال الله سبحانه وتعالى ان لا يجعلنا نصاحب الا الاخيار، وان يحشرنا معهم، وافضلهم محمد صلى الله عليه وسلم الذي نامل من الله ونرجو ربنا ان يجعلنا واياكم معه في مقعد صدق عند ملك مقتدر. والله اعلم، وصلى الله على نبينا وسلم، واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الله خير على هذه المحاضره.